اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي التلفزيون اليوم السابع في بث مباشر جديد معاكم محمد فهيم. النهارده احنا مع حاله جميله جدا ومع يعني ست عظيمه من الستات العظيمه اللي بنقابلها في قليل قوي من قبل زيها. ام لميس، ام لميس موجوده معانا النهارده. السلام عليكم. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ما شاء الله عليكي، انا شايفك بتمسكي الطبق وبتعبي بالكبشه زي اجدع واحد بتاع فول في مصر. انا بقالي 7 سنين شغاله. اسمك كريمه ايه بقى؟ اسم ام لميس. ام لميس بقالك قد ايه بتقولي؟ بقالي 7 سنين. 7 سنين، 7 سنين شغاله شغلانه دي. شغاله في انت اللي بتسوقي التروسيكل ده؟ انا اللي بسوقه. ما شاء الله عليكي. جوزك معلمك. طيب يعني جوزك شغال ايه او شغال زي كده؟ بس عامل عمليه في ظهره يعني، وانا بساعده. يعني جوزك موجود وعامل عمليه؟ اه موجود. وانت لعيمه بالدور لحد؟ اه هو بيشتغل برضه معايا يعني، بس على قد ما بيقدر يعني. اه وانت اللي بتسوي الفول ده والكلام؟ هو اللي بيسوي. هو بيسويه هناك. انا مجرد ما بطلع بس وابيع بس، عشان هو ما يقدرش، تعبان. اه ما يقدرش. عندك اولاد؟ معايا لميس عندها 11 سنة. لميس عندها 11 سنة. مدرسة بقى؟ اه في سنة رابعة. ربنا يقويكي. طيب ما بتلاقيش بقى حد بيغلس عليكي وانت يعني؟ لا والله، أكتر الناس يعني بتشجعني يعني، والله يقويكي، الله يسترها معاكي، ربنا يعيني كده يعني، ما حدش لا بيغلس عليا. بقالك كام سنة بتقول؟ 7 سنين؟ أنا بقالي 7 سنين شغالة في الفول. فول بس ولا فول حاجه ثانيه؟ لا فول وبليله. وبليله؟ اه. وهنا بقى الاسعار بقى بتبقى ايه؟ طبق الفول بيعمل كام؟ لا احنا ما بنبيعش بقى، احنا بنبيع اكياس. كيس بكام؟ ب2 جنيه. ب2 جنيه؟ اه. في ب2 جنيه فول؟ اه بنبيع ب2 جنيه. ما شاء الله. عشان تابعيننا اللي هم من كام سنه يعني، على ايام حمايه واخدين على بنص جنيه وب جنيه والكلام ده يعني من زمان. فانت ما شاء الله بتبيع ب2 جنيه. ايه؟ ب2 جنيه بس. اه بنبيع اقل حاجه ب2 جنيه. والبليله بكام؟ زي برضه. دي ب2 جنيه. على حسب اللي عايز. اه. يعني على حسب الزبون ما هو عايز. وبتسويها بقى في البيت وكده؟ جوزي اه متعلم سوى المستوقتات، يعني شغال على سوى المستوقت بتاع زمان. مستوقت؟ اه. لحد دلوقتي في مستوقت؟ لا هو لغايه دلوقتي ما فيش مستوقت، بس هو نفس السوى ده نفس ده. اه. يعني هو بقاله كام سنه؟ 40 سنه جوزي هو شغال في السوى. بتشتغل من الساعة كام للساعة كام؟ أنا في رمضان بنزل بعد الفطار، بروح الساعة 2. وقبل رمضان؟ في الأيام العادية بطلع الساعة 7:30 الصبح، بروح الساعة 1:30 2. احنا بقى هنجيلك في يوم كده في البيت عشان نتفرج على السوا، ومن بداية بقى بنطلع من البيت لحد ما بتيجي مكانك هنا ثابت هنا ولا في مكان تاني؟ لا أنا في رمضان بقف هنا، إنما في الأيام العادية بلف في الشوارع. بتلف بالموتوسيكل؟ بلف بالتروسيكل. الله يقويك يا رب. الله يخليك. أنت سوقتيه وبتعرف تسويه وبتمشي بيه في الشارع؟ أنا بسوقه أه، شغالة عليه بقالي مش 7 سنين كمان يعني شغالة على ده. لا أنا كنت بقف في السوق. فلما اصحاب البيت خدوا المحلات واجروها. اه طبعا ما ينفعش يعني معيش ان انا اخد محل ب 5000 و4000 والكلام دوت. جوزي علمنا على السواقه وجاب لي التروسيكل ده بالقسط. انت ست ب 100 راجل والله. الله يخليك، ربنا يديك يعني الصحه. يعني هو جابهولي. اه جابهولي بالقسط، وعلمنا معاه واحد قديم. اه علمنا عليه. أيوه. ده بالقسط بدفع كل شهر 1000 ونص. قسط كل شهر؟ بدفع كل شهر 1000 ونص. يعني انا حامل ليا 5 شهور المفروض اريح في البيت، بس اللي مخليني انزل دلوقتي هو القسط اللي عليا. ايوه يعني ميعاده يخلص في شهر 12. ايه امنيتك بقى؟ يعني نفسك في ايه؟ تعملي ايه؟ والله انا نفسي يعني ربنا يكرمني اخلص بس القسط اللي عليا واريح. تمام. طب شوفي الناس. السلام عليكم. تعرف عليك؟ طب بقالك كتير بتشتري من الحاجه هنا؟ لا مبقاليش كتير. يعني عرفت الطريق هنا ازاي؟ انا لسه ساكن هنا من حوالي شهرين. 30 واحد بالظبط. الاول رمضان يعني بتشتري منه؟ اه. وايه رايك بقى في حاجه؟ والله كويس الحمد لله. السلام عليكم. تعرف عليكي؟ اه انا شايفه ام لميس ما شاء الله
يعني هي اللي بتسوق التروسيكل دوت وهي اللي بتبيعه. قول اعمل ايه بقى؟ بس ده طول السنه. طول السنه الصبح غير رمضان بيبقى الصبح. اه هي اللي بتلف فيه الشوارع. بتلف بيه كمان؟ اه بتجيب من عندنا من هنا. ما شاء الله. انا عارفه بالك سيف، عارفه جوزها قبلها وعارفه حماها قبلها. ما شاء الله. انا بقالي 38 سنه باخد بس 38 سنه. اه بس كان حماها. كان حماها وجوزها بقى. اه جوزها حماها. الله يقويك يا رب. تحسن الناس والله ويحسن الناس. ربنا يكرمك. الله يعينك. الله يكرمك. اقعدي لما تاني. ايه اللي بيفرقوا بقى؟ لا كلهم طعم حلو زي بتاع زمان. هو مش قوي زي بتاع زمان بس احلى من المطاعم كلها. من المطاعم كلها. يعني نفس الطريقه بتاعت سوى دوت هي نفس الطريقه بتاع المستوى بتاعت زمان. نفس الفكره يعني. اه فعشان كده بقى يعني تلاقي طعمه مميز. معظم المطاعم تلاقي الفول الليبي بقى والفول المستورد. ده الفول البلدي بتاعنا. بس هم مخلطينه شويه بس مش زي التانيين. اه. التانيين مخلطينه جامد. اه. فتحس الفرق جامد بين طعم ده وطعم ده. ايوه. على زمان كله والله بيشكر فيها يعني وبرغم انها في الخير كله والله بيشكر. اسمك ايه؟ محمد. جاي تشتري فول؟ اه. للسحور؟ اه. وايه رايك؟ ده كله بيشكر فيها اصلا. اه هي عامله هنا جو كويس. ايوه. هو ما تقوليش اي حد هنا بيشكر فيها. هي نفس النظام على حسها. تمام. اسمك ايه؟ اسمي محمد. ماشي محمد. ربنا يحفظك. اه جدع يا محمد. جدع. صور. صحة وسلامة. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ الفول عامل ايه بتاع الحاج؟ تشتري منها من زمان؟ لا من والد زوجها الله يرحمه بقى. ما شاء الله عليه. من 83. شوف هي ايه رايك؟ هي مكافحه ونازله. مكافحه محترمه وزوجها فرح وراجل محترم. وقديم جدا يعني على ايام ما كنا صغيرين وهو شغال مع والده الله يرحمه على السيد. علامه مميزه من علامات الولاد. تمام. اتفضل. زي ما حضرتك شايفين تفاعل الناس معاها مع ملاميس اهو. هي طبعا بتبيع فيه فول وبليله. السلام عليكم. تعرف عليك؟ انا هشام. هشام انا شايفك جاي تشتري حاجه. تشتري ايه بقى؟ تشتري فول. فول بقالك كتير بتشتري من حاجه؟ اه. ايه رايك في الفول بقى؟ بقى زي الفول. هو لو مش حلو انا مش هجي اشتري. ما شاء الله. بس شوف ما شاء الله هي ست. ما شاء الله ست ب 100 راجل. ب 100 راجل. وخلي بالك هي كل سنه بتوقف مش اول سنه ليها. ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله يعني ربنا يديها الصحه. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. صحه وسلامه. Thank you.
زي ما حضرتك شايفين ما شاء الله يعني ربنا يزيدها. الست المصريه معروفه ان هي قويه وصبوره، بس لدرجه ان هي تسوق تروسيكل زي ده وتشيل قدره وتحطها وتعمل الكلام ده كله، الله يديها الصحه. طبعا كلنا بنشجع الناس المجتهده وخصوصا اذا كانت ست وبتعول، يعني هي زوجها مريض وهي بنفسها الناس تشتغل عشان تصرف على زوجها وتصرف على بنتها وعلى بيتها. ما شاء الله عليها ام لميس، مثل يعتز به للنساء المصريه. شكرا يا ام لميس ولسان طيبه. زي ما حضرتك شايفين طبعا اعزائي مشاهدي التلفزيون اليوم السابع، ام لميس هي اللي بتسوق الموتوسيكل طبعا وهي اللي بتبيع، الله يديها الصحه ويقويها. وانت كده فعلا ست ب 100 راجل. حد حد اهي ام لميس طبعا ست ب 100 راجل زي ما انتم شايفين. الله ينور، نلعب سلامة. زي ما حضرتك شايفين طبعا ست ب 100 راجل، والله ست ب 100 راجل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلمنا عن العزومه الجميله والفطار الجميل اللي شفناه ده. والله احنا العزومه دي عملناها بفضل في الله كده، والناس اللي ايه تعبانه كده عشان ربنا يكرمنا. الحمد لله يعني اهل الحته كلهم مبسوطين و100 100. كل حد جاب حاجه من بيته ولا حد عملها لوحده؟ لا ان شاء الله كل الناس تعاونت فيها. كل المنطقه تعاونت فيها. ما شاء الله. الحمد لله يعني كانت ليله جميله و100 100. ان شاء الله السنه الجايه بامر الله هنجيب بامر الله تبيح. اسم الكريم ايه يا ولد؟ رمضان مبروك عبد المجيد. ماشي حاج رمضان، كل سنه وانت طيب. صحة سلامة. ودايما كده ما شاء الله متجمعين في الخير. بامر الله. الحمد لله. يبارك لك. ابنك؟ ابن بنت. ربنا يخليه لك. الله يديك الصحة. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا عن العزومة اللي شفناها النهارده دي الجميلة. لا يوم جميل صراحة، قال المهندس النهارده كانوا مبسوطين وعاملين يوم جميل. يوم صراحة يعني أكتر من جمال. عاملين النهارده كان عاملين رز بسمتي كفته ولحمه شرايح. العيال كلها اتجمعت ان هي تعمل تتجمع، ان في كان بعض المشاكل بسيطه هنا ان الناس كلها تقعد مع بعضيها، واحنا في رمضان شهر كريم شهر مبارك، ما فيهاش حد يبقى زعلان من حد، ما فيهاش حد يبقى فيه مشكله بينه وبين الثاني. هنا كذا عائلات، الوراق بتتميز من العائلات، هي جت بعض العائلات هنا وهم جمعوا الصراحه على كام راجل واحد كلهم شاركوا، اللي كان بيعمل عصير، اللي كان بيعمل حلويات، اللي كان بيشوي، اللي كان بيجهز.
كل واحد قايمه كلها وكله بيتجمع كلها لله برضه يعني كلها لله لله يعني كلها بتتجمع. هو اليوم انا شفته جميل ما شاء الله يوم جميل يابا كله عشان النفوس سيده ان شاء الله ربنا يخليك فنادي النفوس بس وبشار كريم كده على الناس يبقى صافي. شكرا ليك كل سنة طيبين السلام. السنة الجاية تبقى أحسن إن شاء الله. إن شاء الله بإذنك يا رب السنة الجاية إن شاء الله شجع وجبت بيها الحمد لله كل المناطق وكل حتة في مصر تعمل برضه نفس النموذج المحترم ده حاجة تشرف. شكرا ليك يا رب يبقى أوسع من كده إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.